أهلا بكم، هذه نشرة مفصلة نقدمها لكم من قناة سما الفضائية، والبداية دائما بالعناوين. والله الشباب استقبلونا بأحسن استقبال، وأي إنسان ما عليه أي شيء ما لا يخاف ولا أي مشكلة عليه. العمليات مستمرة في دير الزور وريف الرقة، انضمام 6000 شخص للتسوية في محافظة حلب، والإقبال ما زال كبيرا. الجيش الروسي يحبط هجوما على محطة زابوروجيا النووية، ووزارة الدفاع الروسية تكشف أن كييف كانت تستعد لشن هجوم ضد دونباس هذا الشهر. دور المرأة بالأعمال والإنتاج مو شيء جديد أبدا، هي من عشرات السنين موجودة حاضرة ومؤثرة. وبمناسبة يوم المرأة العالمي، السيدة أسماء الأسد تزور سوق المنتجات السوريات المقام في قاعة الحجاز بدمشق. أهلا بكم من جديد. لليوم الثاني على التوالي تظاهر أهالي قرية أبو حمام بريف دير الزور الشرقي ضد ميليشيات قسد، تنديدا بممارساتها الوحشية ومصادرتها ممتلكاتهم وأرزاقهم واختطاف أبنائهم. وتجمع سكان أبو حمام عند مفرق القهاوي في القرية للمطالبة بإخراج المعتقلين في سجون قسد الانفصالية الموالية للاحتلال الأمريكي وإيقاف انتهاكاتها في المنطقة. واصل الجيش العربي السوري رده القوي على خروقات الإرهابيين لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد، تزامنا مع عدة طلعات للطيران الحربي الروسي بأجواء المنطقة لاستهداف تحركات للمجموعات الإرهابية. وحسب مصدر ميداني غير رسمي، فقد دك الجيش في قطاعي سهل الغاب وريفي إدلب الجنوبي من منطقة خفض التصعيد برمايات مدفعية وصاروخية مواقع لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي وحلفائه في محاور بسهل الغاب الشمالي الغربي، وفي البارة وفليفل وكنصفرة وبينين بريف إدلب الجنوبية. وبين المصدر أن الوحدات المشتركة من الجيش والقوات الرديفة بدأت حملة تمشيط واسعة النطاق في البادية الشرقية لتطهير قطاعاتها من خلايا تنظيم داعش الإرهابي بعد تزايد اعتداءاتها مؤخرا، موضحا أن العمليات البرية انطلقت من بادية حمص الشرقية باتجاه عمق البادية والقطاعات التي يتوغل فيها الدواعش. وأكد المصدر أن الوحدات المشتركة قضت خلال عمليات تمشيطها على العديد من الدواعش، في حين مسح الطيران الحربي السوري والروسي المشترك قطاعات البادية حتى الحدود العراقية لاستهداف أي تحرك أو وجود أو مخابئ للدواعش بغارات مكثفة. وحسب صحيفة الوطن المحلية، كشف عضو المكتب التنفيذي بمجلس محافظة حلب كميت عاصي الشيخ أن عدد الذين سووا أوضاعهم في مراكز التسوية الثلاثة في محافظة حلب تنفيذا لمكرمة الرئيس بشار الأسد. وفي سياق اتفاقات التسوية التي طرحتها الدولة السورية، بلغ نحو 6000 مواطن منذ افتتاح مركز مسكنة قبل 37 يوما في وقت تواصلت فيه العملية في مدينة دير الزور وريف الرقة. نحن نتواصل معهم عن طريق عبر وسائل التواصل اللي متوفر لدينا، وننشدهم بالعودة. وهناك إقبال كما تشاهدون اليوم بس من قرية واحدة حوالي 55 مواطن حاليا معي متواجدين، أتوا لتسويت أوضاعهم، منهم من كان بالرقة ومنهم من كان بمنبج ومنهم من كان بعفرين. نقول لأهلنا من غرر بكم عودوا إلى وطنكم، عيدوا إلى قراكم، إلى هذه الناحية الوديعة، هي بل ناحية العرن اللي تستقبلكم استقبال حار. وأكبر دليل على ذلك من خلال هالجماهير اللي موجودة، كل المعاملات جيدة والتسهيلات جيدة، الأم سورية وفتحة ذراعيها لكافة المواطنين والأهالي لحضور أولادها. اليوم تلتقي جماهير منطقة سفيرة وجماهير منطقة تل عرن في هذه المكرمة التي أكرمنا بها سيد الوطن وقائد الوطن القائد المفدى السيد الرئيس
الدكتور بشار حافظ أسد لعودة أبناء الوطن إلى وطنهم الأم سوريا. نشكر أحلى سيادة الرئيس بشار أسد أنه أصدر لنا هذا المرسوم لنرجع لحضن الوطن. أنه أتمنى من كل واحد فرار وخارج الوطن أنه يرجع للوطن ما بشيء، أنه كل شيء أمان والحمد لله الوضع بخير. أنا جيت من لبنان لهون لحتى أصلح وضعي وعيش ببلدي، والله يعطيه ألف عافية. وبنصح كل شاب عليه شيء بيجي لهون يزبط وضعه ويعيش ببلده، ما إله إلا وطنه إلا بلده ما إله. نشكر السيد الرئيس على المكرمة اللي قدم لنا إياها من أجل تسوية أوضاعنا. خلينا سيادة الرئيس أنه طالع مكرمة التسوية، وأنا كنت فرار من الجيش وساعتها رجعت لحضن الوطن يعني، وأتمنى من الشباب كله يعني كل شفرار ومتخلف يرجع الجيش نرجع كلنا لحضن الوطن. أنا جيت أسوي تسوية وأتمنى أن هالشباب كلها ترجع على 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 الوطن، وهي استقبال كويس جدا. والله الشباب استقبلونا بأحسن استقبال، وأي إنسان ما عليه أي شيء ما لا يخاف ولا أي مشكلة عليه يجي، ما في أي مشكلة. كان استقبال الشباب حيل زين، وأنصح أبناء البلد كلها ترجع على بلدها نعمر بلدنا من جديد. أنا جيت أسوي تسوية وأنصح كل الشباب قاد النهر أو شيء أو متخلفين يجون يسوي تسوية، لأن معاملة الشباب ما شاء الله عليهم، وأنصح الكل يجي يسوي تسوية ويسلم حاله أحسن شيء لهم يعني. وفي لاهاي أكد المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير ميلاد عطية أن استمرار الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية وتركيا في تسييس عمل المنظمة يضع قدرتها على الاطلاع بولايتها بموجب الاتفاقية الأسلحة الكيميائية على المحك ويهدد مستقبلها. وفي بيان سوريا الذي ألقاه خلال جلسة افتتاح الدورة 99 للمجلس التنفيذي للمنظمة، حذر السفير عطية من أن اتساع رقعة التهديدات الإرهابية الكيميائية بات يشكل تهديدا جديا للسلم والأمن الدوليين، لافتا إلى أنه لا توجد دولة في مأمن من هذا التهديد الخطير. وقال عطية: تؤكد الجمهورية العربية السورية أن سلوك بعض الدول الأطراف وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية وتركيا في التغطية على جرائم وممارسات المجموعات الإرهابية في سوريا شجع أولئك الإرهابيين على ارتكاب المزيد من الجرائم البشعة بحق المواطنين السوريين، بما في ذلك استخدام مواد سامة طيلة السنوات الثماني الماضية لاتهام الحكومة السورية بها. من جانبه دعا سفير وممثل إيران الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية علي رضا كاظمي المنظمة إلى الاهتمام باعتبارات وحقوق سوريا، معربا عن الارتياح لتعاون الحكومة السورية البناء معها. وقال كاظمي في الاجتماع 99 للمجلس التنفيذي للمنظمة إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هيئة متخصصة تم تحديد جدول أعمالها ونطاق واجباتها، وبالتالي فإن جهود بعض الدول الغربية لإثارة القضايا السياسية خارج أجندة المنظمة ستجعلها مسيسة واستقطابية، مؤكدا أنه يجب على الولايات المتحدة بصفتها الحائز الوحيد للأسلحة الكيميائية تدمير ترسانتها في أسرع وقت ممكن. اعتقلت قوات الاحتلال 15 فلسطينيا في الضفة الغربية، وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الرام شمال القدس المحتلة وحيي الهدف وواد برقين في جنين وقرية فحمة جنوب غرب المدينة وقرية دير أبو مشعل في رام الله ومخيم الجلزون شمالا وبلدة تقوع شرق بيت لحم وبلدة الزاوية غرب سلفيت، وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها. استشهد شاب فلسطيني فجر الأربعاء متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غربي مدينة نابلس بالضفة الغربية. وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن الشاب أحمد حكمة سيف البالغ من العمر 23 عاما استشهد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال قمع مسيرة دعم وإسناد للأسرى الفلسطينيين في برقة في الأول من آذار مارس الجارية. لا إله إلا الله،
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا فلسطينيا في مخيم شعفاط شمالي شرقي القدس المحتلة. وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الجرافات حي رأس خميس في المخيم وهدمت المنزل وشردت قاطنيه. وكانت اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدة السيلة الحارثية غرب جنين لهدم منازل منفذي عملية حومش غيث وعمر ومحمد جرادات. يعني بلاغي من الجيش كان قبل أسابيع أنه في هدم للمنازل هاي، وحددوا في تاريخ 24/2 أنه تنتهي مهلة وجودنا في البيوت، فربطوا المنزلين، منزل الأسير محمد جرادات مع منزل العائلة غاي. تم تفجير المنزلين في الوقت اللي هم حددوه، وكان تواجدهم يعني بعد عملية الهدم تقريبا بساعة لانسحابهم. أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه مئات المتظاهرين في محيط محط الشروني بالقرب من العاصمة الخرطوم. وكان المتظاهرون يتوجهون نحو القصر الجمهوري احتجاجا على سيطرة العسكريين على السلطة الانتقالية ضمن ما سميت مليونية 8 آذار مارس. حذر سفير سوريا لدى روسيا رياض حداد من قرار سلطات كييف تشكيل ما يسمى الفيلق الدولي ودعوة مرتزقة أجانب إلى البلاد، مبينا أن هذا الأمر يمكن أن يحول أوكرانيا إلى إدلب أوروبية كبيرة. وقال حداد لوكالة تاس الروسية تعليقا على إنشاء فيلق أجنبي في أوكرانيا: من الضروري أن يكون العالم على دراية بهذا الخطر الذي يلوح في الأفق والذي يسعى إلى تحويل أوكرانيا إلى إدلب أوروبية كبيرة، مبينا أنه يشكل تهديدا للأمن الروسي والأوروبي وحتى العالمية. في اليوم الرابع عشر للعمليات الروسية في دونباس أعلنت القوات الروسية العثور على مخزن كبير للأسلحة في محطة زابوروجيا النووية الأوكرانية، فيما قالت وزارة الدفاع إنها حصلت على وثائق تثبت أن أوكرانيا خططت لهجوم على جمهورية دونيتسك ولوغانسك خلال الشهر الحالي. تمضي روسيا في تحقيق أهداف عملياتها العسكرية التي أطلقتها على الأراضي الأوكرانية أواخر الشهر الماضي. وفي اليوم الرابع عشر للعملية العسكرية تستمر القوات الروسية بتقدمها الملحوظ بالتزامن مع بدء سريان وقف إطلاق النار المؤقت في أوكرانيا بغية إجلاء المدنيين من العاصمة كييف، بالإضافة إلى مدن خاركيف وتشيرنيهيف وسومي وماريوبول. قوات الحرس الوطني الروسي عثرت على عدد كبير من الأسلحة في محطة زابورجيا النووية الأوكرانية، وتمت مصادرة أكثر من 500 قطعة سلاح، وذلك بعد أن كشفت الدفاع الروسي في وقت سابق أن سلطات كييف حاولت تنفيذ استفزازا في غاية الوحشية من الأراضي المجاورة لمحطة زابورجيا. الدفاع الروسية أفادت بوجود مستندات تؤكد تخطيط نظام كييف للهجوم على دونباس خلال شهر مارس الحالي، إلا أن العملية الروسية الخاصة أحبطت الهجوم الأوكراني واسع النطاق ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. الوثيقة تحتوي على التوقيعات الأصلية للمسؤولين عن تنفيذ مهام قيادة الحرس الوطني الأوكراني. وفقا للمستندات فمنذ عام 2016 تم تدريب هذا التشكيل للقوات الهجومية الأوكرانية من قبل مدربين أمريكيين وبريطانيين في إطار برامج تدريب قياسية لحلف شمال الأطلسي في لوفوف. روسيا التي بدأت عملياتها العسكرية في أوكرانيا من ثلاث جبهات رئيسية هي الشمال والجنوب والشرق تستمر وتتقدم، في حين أن موسكو مستعدة لإيقاف هذه العملية فور تنفيذ شروطها المتعلقة باعتراف كييف بروسية القرم واستقلال لوغانسك ودونيتسك
وضمان عدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو. أكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند وجود منشآت أبحاث بيولوجية في أراضي أوكرانيا، قائلة إن بلادها تعمل على منع وقوع هذه المواقع في سيطرة روسيا. موسكو ردت على الفور، وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن البيانات المتعلقة بوجود مختبرات بيولوجية أمريكية في أوكرانيا تغير تماما صورة ومزاعم عدم مشاركة واشنطن في التحريض والعمل ضد روسيا، معتبرة أن ذلك يمثل أداة تهديد مباشر لموسكو. المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت في تصريح صحفي إنه إذا لم يتم إيقاف نشاط المختبرات البيولوجية في أوكرانيا الآن فسيكون كل شيء خارج نطاق السيطرة وسيخضع حصريا لسيطرة القوى المتطرفة التي يبدو أنها بدورها لم تعد خاضعة للسيطرة. من جانب آخر أوضحت زاخاروفا أن الاعتماد على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي العلنية غير ممكن بسبب حالته الصحية أو الخاصة، وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أنه من الجلي أن الحالة غير متزنة، وفي أي حالة وأي تصريح يدلي به، كل ذلك يشير إلى عدم وجود إمكانية للاعتماد بشكل جاد على مثل هذه التصريحات وأخذها على أنها حقيقة تامة أو تعبير عن موقف تمت بلورته بالفعل. بات تحطيم الأرقام القياسية في أسواق الطاقة والمعادن أمرا شبه يومي مع استمرار إعلان العقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في دونباس، ومع إعلان واشنطن حظر استيراد النفط الروسي تكون المعركة بين الشرق والغرب قد دخلت مستوى جديد يقترب من حالة إعلان الحرب العسكرية. قررنا حظر جميع واردات النفط والغاز الروسية، وذلك بعد التشاور مع حلفائنا. لن يكون بلا ثمن في الولايات المتحدة، وسنبذل ما يلزم لتخفيف تأثر المواطنين الأمريكيين بالعقوبات على روسيا. نعم، لن يكون قرار بايدن بدون ثمن، بل سيرتفع ثمن المشتقات النفطية الأساسية في الولايات المتحدة على الرغم من اعتمادها الصغير على الواردات الروسية من النفط الذي يتم تحويله إلى بنزين، لكن التحذير الروسي استبق الإعلان الأمريكي بيوم كامل بأن قرارات الحظر ستحلق ببرميل النفط نحو 300 دولار. الولايات المتحدة تدرك أن الحلفاء في أوروبا لن يتمكنوا من الانضمام إلى حظر واردات الطاقة من روسيا. بالفعل، فحجم الواردات الروسية إلى أوروبا لا يقارن بأي مكان آخر في العالم. روسيا التي تصدر يوميا نحو 9 ملايين برميل النفط يذهب ثلثها تقريبا إلى الدول الأوروبية الصناعية، أما الغاز الروسي فهو شريان الحياة في أوروبا بأكثر من نصف الواردات التي لا تستطيع الولايات المتحدة أن تغطي جزءا يسيرا منها، لكن شعارات الحرية تفيد السياسيين الغربيين وتأخذ بعقول الشعوب قبل أن تصحو الأخيرة على صوت آلة الأسعار الطاحنة، وعندها لا يفيد سوى الرجوع لدق باب موسكو والاعتذار منها. ومن هذا الباب وقع الرئيس بوتين مرسوما بمثابة إعلان تحد عالمي. خلال يومين فقط على الحكومة الروسية وضع قائمة بالمواد الخام التي لا تؤثر في حياة المواطنين الروس ليتم حظر استيرادها وتصديرها، وليخمن الأوروبيون الآن هل تعاني السوق الداخلية الروسية من نقص في الوقود والطاقة؟ الصين تعارض بشدة العقوبات أحادية الجانب التي لا تستند إلى القانون الدولي. في مثل هذا السيناريو سيخسر الجميع. العقوبات لن تؤدي إلا إلى زيادة الخلافات والمواجهة. بحر الصين الصناعي قادر على ابتلاع وقود روسيا كله في حال آثرت أوروبا السير خلف شعارات الحرية التي تطلقها واشنطن من أجل زيلينسكي وما يثار حوله من الدراما. وإن كانت بريطانيا ذات الاعتماد الضعيف على الطاقة الروسية أعلنت عزمها التخلي عن الاستيراد مع نهاية العام الجاري، فإن ألمانيا كبيرة صناعي أوروبا ركعت مباشرة معلنة استسلامها أمام دعوات الحظر. وفي السياق، انضمت ماكدونالدز وكوكولا وستاربكس إلى قائمة الشركات التي أوقفت أنشطتها مؤقتا في روسيا. وأعلنت ماكدونالدز أنها أغلقت مؤقتا حوالي 850 مطعما في روسيا، بينما قالت ستاربكس إنها ستغلق أيضا 100 مقهى. وجاءت هذه القرارات بعد أن تعرضت ماكدونالدز وكوكولا وشركات أخرى لضغوط غربية مع إيقاف عشرات الشركات البارزة عملياتها أو خدماتها في روسيا وسط
عقوبات شديدة فرضتها دول غربية، ومن بين الشركات التي أعلنت عن إجراءات مماثلة يونيليفر وشركة مستحضرات التجميل دوف، كما تعمل لوريال أكبر شركات مستحضرات التجميل في العالم على إغلاق متاجرها في روسيا وتعليق المبيعات عبر الإنترنت. كشفت التصريحات المتعاقبة على لسان مفاوضي فيينا النووية عن قرب التوصل إلى تفاهمات جديدة تعيد الحياة لاتفاق إيران النووي، وعلى حين أعلن الرئيس بالوكالة للبعثة الإيرانية لدى المنظمات الدولية بفيينا محمد رضا غائبي أنه تم تحقيق تقدم لافت في المفاوضات. ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني توجه إلى فيينا لاستكمال المفاوضات. بات أقرب إليها من أي وقت مضى إيران وملفها النووي الذي وصل مرحلة حصاد محادثاته. الوفد الإيراني المفاوض مجددا إلى فيينا عقب تشاورات أجراها في طهران، ويبدو أنه ليخط آخر بنود الاتفاق المتوقع أن يبرم في أيام قليلة. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد موقف بلاده الثابت منذ بدء المفاوضات على عدم تجاوز خطوط طهران الحمراء التي تتضمن في مقدمتها رفع كافة العقوبات والحظر الدولي الجائر بحق الشعب الإيراني، أمر رسخته دول الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك على أنه جزء هام من الاتفاق النووي الموقع عام 2015. لم يخفي الجانب الأوروبي قلقه إزاء أي تأجيل قد يعرقل مسير التفاوض والتوصل إلى حل. منسق الاتحاد الأوروبي في مفاوضات فيينا إنريكي مورا أكد أن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات سياسية لإنهاء المفاوضات في الأيام القليلة المقبلة، في إشارة جديدة تعزز فكرة قرب التوصل إلى إبرام الاتفاق. تعامل إيران النووي السلمي لن يتأثر بأي عقوبات مع أي دولة. هكذا جاء الرد الإيراني على تخوف موسكو التي قدمت طلبا إلى واشنطن بحصولها على ضمانات مكتوبة حول عدم تأثر علاقاتها التجارية مع طهران بالعقوبات المفروضة عليها بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وهو أمر لن تقبل به واشنطن لأنها ستعمل على دخول طهران إلى سوق الطاقة كبديلا لروسيا بعد حظر توريدات النفط الروسية. مع بلوغها مرحلة الحسم وقرب توقيع الاتفاق الذي بات قاب قوسين أو أدنى، ولو أن التجارب السابقة تفيد بعدم الثقة بالأمريكي، لكن الاتفاق الجديد أو إحياء الاتفاق القديم سيكون محاطا بضمانات أمريكية تلزم واشنطن بالاتفاق مهما تعاقبت الإدارات اللاحقة، وإلا فإن طهران لن تقبل بأي اتفاق. بمناسبة يوم المرأة العالمي زارت السيدة أسماء الأسد النساء صاحبات المشاريع الصغيرة المشاركات في سوق المنتجات السوريات الذي تحتضنه محطة الحجاز التاريخية وسط دمشق. زارت السيدة أسماء الأسد سوق المنتجات السوريات المقام في قاعة الحجاز وسط العاصمة دمشق بمناسبة يوم المرأة العالمي، والتقت بالنساء المنتجات المشاركات في هذا السوق. وأكدت السيدة أسماء الأسد أن الإنتاج هو الوسيلة الوحيدة للدول والمجتمعات، سواء كانت هذه الدول قوية أو ضعيفة، وسواء كانت هذه الدول بحالة حرب أم في ظرف طبيعي. أنا كتير فخورة أن أكون موجودة معكم اليوم، وصحيح عم نمر بظروف صعبة وقاسية علينا وعلى كل العالم مثل ما عم نتابعوا، وهالظروف أثرت بكل جانب من جوانب حياتنا الإنسانية وصابت كل القطاعات وكل المجالات، ويمكن ما في قطاع تأثر بهالظرف أكثر من قطاع الأعمال اللي كلياتنا منعرف درجة حساسيته لأي هزة، لأي اضطراب، لأي تغيير بيصيب محيطه. فكيف إذا هذا المحيط عم يتعرض مو لهزات وإنما لزلازل
وهالزلازل بديت بالحرب على سوريا وامتدت لتصيب كل العالم وانعكست أضرارها على الجميع. إذا نحن بحاجة لهالإرادة وللصمود العالي لنقدر نتجاوز كل هالتحديات الصعبة اللي عم تمس كل القطاعات وكل المجالات، فبكل تأكيد بقطاع الإنتاج نحن بحاجة لها أكثر، مو بس لحساسيتها مثل ما ذكرت، وإنما الإنتاج هو الوسيلة الوحيدة لكثير من الدول والمجتمعات يقدروا يطوروا حالهم بالظروف الطبيعية ويقدروا يحافظوا على الحد الأدنى الطبيعي والضروري بالظروف الاستثنائية. وأكدت السيدة أسماء الأسد أننا لا نستطيع أن نفك الحصار عن بلدنا ما لم نكن منتجين، وأن سياسة الدولة اليوم تركز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. سياسة الدولة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي اليوم أولوية، وبديت تطبق بشكل عملي من خلال القانون اللي صدر السنة الماضية اللي سمح بإنشاء مصارف مختصة لتسهيل عملية الأقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وخلال هاي السنة هالمصارف قدروا يمولوا ويدعموا بقروض ما يقارب 50,000 مشروع بقيمة 61 مليار ليرة سوري. أكيد التمويل واحدة من التحديات، وفي تحديات تانية بتواجه هالمشاريع من مرحلة التأسيس مثل التسجيل وإجراءات الترخيص للما بعد التأسيس والانطلاق. ولهذا السبب في اليوم مجموعة مختصة من عدة جهات حكومية وغير حكومية عم يوضعوا مقترحات لنقدر نزيل هالعقبات بهدف نخلق بيئة داعمة مشجعة لهالمشاريع مثلكم وغيركم ليقدروا يستمروا، ليقدروا ينهضوا، ليقدروا يطوروا حالهم. ولفتت السيدة أسماء إلى أن دور المرأة السورية في الإنتاج ليس دوراً جديداً، وأن دورها الجديد هو في مقاومة آثار الحرب. أملنا فيكم كتير كبير. هلأ يمكن نحن أملنا فيكم كتير كبير. عن يدنا ويد أنا بآمن بقاعدة وحدي، لما تكون المرأة بخير وقادرة تعطي كل الوطن بخير. المرأة اللي عم تربي والمرأة العاملة والمرأة النشيطة وست البيت هي اللي قادرة من عندها الإنتاج. لفت انتباهكم أنه أنا لهلأ ما ذكرت، ركزت كثير على الإنتاج بشكل أساسي وما ذكرت شيء عن دور المرأة. والحقيقة وخاصة أنه عنوان المعرض تبعكم اليوم هو سيدات سوريات منتجات، بس الحقيقة دور المرأة بالأعمال والإنتاج مو شيء جديد أبداً، هي من عشرات السنين موجودة حاضرة ومؤثرة. الجديد والمتميز بدور المرأة هو الحقيقة مربوط بظروفنا الحالية. عادةً بالحروب وبالاضطرابات الكبيرة بيحاولوا يصدروا صورة المرأة أنه هي عنصر ضعيف ضحية حرب، بالوقت للمرأة السورية قاتلت وقاومت وأنتجت إلى جانب الرجل، وبالتالي هي قدرت تقدم حالها كعنصر من عناصر مقاومة أثار الحرب، كعنصر قادر يغير بمسار الحرب ما يكون ضحية لإله، وظهرت كرمز للقوة مو للضعف. المرأة السورية قوية، هو اللي بيغلفها جمال رب العالمين. بس هي القوة هي ما بتجي من فراغ وما بتجي من صدفة. والقوة ما بتصلب إلا بالوطنية الحقيقية، بمعنى الانتماء الصادق للوطن وللمجتمع. هذا الانتماء وهي الإرادة هي اللي عم نشوفها اليوم على وجوهكم، وهي أكيد اللي موجودة بمشاريعكم ومنتجاتكم، وهي اللي ساعدتكم وعطتكم القوة والقدرة لتقدروا تاخذوا قراركم وتخوضوا التحدي بنجاح، وقدرتوا تحولوا الوقت والمال والموارد والقدرات الذاتية اللي عندكم إياها لمشاريع واستثمارات ناجحة ومبدعة. ولهيك أنا بهنيكم وبهني سوريا فيكم. لم يتبقى في نشرتنا إلا تذكير بالعناوين.
والله الشباب استقبلونا بأحسن استقبال، وأي إنسان ما عليه أي شيء ما لا يخاف ولا أي مشكلة عليه. العملية مستمرة في دير الزور وريف الرقة، انضمام 6000 شخص للتسوية في محافظة حلب، والإقبال ما زال كبيرا. الجيش الروسي يحبط هجوما على محطة زابوروجيا النووية، ووزارة الدفاع الروسية تكشف أن كييف كانت تستعد لشن هجوم ضد دونباس هذا الشهر. دور المرأة بالأعمال والإنتاج مو شيء جديد أبدا، هي من عشرات السنين موجودة حاضرة ومؤثرة. وبمناسبة يوم المرأة العالمي، السيدة أسماء الأسد تزور سوق المنتجات السوريات المقام في قاعة الحجاز بدمشق. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء.